هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم. الموديل راه جد رائع، راه وريتكم الطريقه كيفاش خدمناه. ها لي مونش جاو مفتوحين، ولي لي بواني هنايا بالكريب دوبل ديال لي مونش، ولتحت راه جات كلوش، فستان جا كلوش، شفتو؟ وهاد الغيبون هذا جا في الصدر، وهذا بلاصه لاطاي. هذا هو الموديل ديالنا، كنتمنى ينال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي في امان الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى اللي شاف القناه لاول مره كنتمنى تشتركوا في القناه وتضغطوا على لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نزلته في القناه. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم تتمت الفيديو السابق، الخياطه ديال الفستان اللي كنا فصلنا على بركه الله. هذا هو الامام وهذا هو الخلف. غادي نبداو بالغوبون اللي قلت لكم غادي نديرو هنا في الصدر اللي على هذا الشكل، هذا شفتو هكا، راه خيطناه من هنايا على هذه الهبطه هذه كامله، وهنا وقلبناه شفتو. غنشدو هذا الغوبون هذا وغادي نحطوه هنايا هاد البلاصه هنا، هذه هي الدوره ديال الامام ديال الكول شفتو. غادي ندخلو بواحد جوج سنتيمتر وغنحطو هاد الغيبون هذا هنا في الامام، تقريبا جوج سنتيم هنايا وغنحطو ونفس الطريقه بالنسبه للجهه الاخرى ديال دورة الكول اللي هي هادي. هيا البلاصة اللي مخيطة هي هادي، غنديروها من هاد الجانب. هاد البلاصة اللي ما مخيطاش هي اللي هنايا، تقريبا جوج سنتيم غندخلو وغنحطو هاد الغيبون هذا. هنايا في الكول هنا في هذه الهبطه هذه، وكيبقى عندنا الاختيار كيفاش نسدو هذا الغيبون هذا، نديرو بابيون ولا شفتو على هذا الشكل، هذا كيجي القدام هنا في الامام فوالا شفتو. من بعد ما حطيناهم هنا هادو في الامام، دخلنا هنا بجوج سنتيم في هذا الجانب وجوج سنتيم في هذا الجانب هذا، وغنخيطو عليه غنخيطو هذا الخلف على هذا الشكل، غنخيطو من هنايا هاد ليبول هذا كامل شفتو. ها الغيبون هو هذا، هذا الامام دخلنا بجوج سنتيم كنحطو عليه الخلف وكنخيطو الكتف كامل على بركة الله. احنا خيطنا هاد الكتف شفتو، ها الغيبون وسط من الامام والخلف شفتو، خيطناه هانتوما شفتو، خيطنا ودرنا سورجي. اللي عندها زيكزاك دير زيكزاك هانتوما، الكول الغيبون في هاد الجانب والغيبون في هاد الجانب. دابا بقى لينا هاد الكول، هاد دورة الكول اللي قلنا غنديرو اما بي ساتيني بهاد الساتان، ولا غادي نغلفوه من دورة الكول. الطريقه اللي المعتمده اللي كنت ديجا كنت خدمتها معاكم، التبطين اللي كنقطعو على الدوره هكا ديال الكول شفتو على هاد الشكل، راه ديجا فصلتو. كيبقى عندكم الاختيار، يا ديروا البي على هاد الدوره هادي ديال الكول في الدوره كامله، ولا ديروا التبطين نبطنوه نفصلو طرف على هاد الدوره هادي هكا، كيكون مسدود من هنا شفتو، والدوره هي هادي على هاد الشكل. بالنسبه للامام ولهاد الخلف نفس الطريقه، حتى هو يمكن لينا نفصلو واحد التبطين. كيبقى عندكم الاختيار، يا ديروا البي يا ديروا هاد الطريقه ديال ندوبلو الكول نبطنوه هكا شفتو.
دابا غنشدو هاد الخلف مع الامام. هاد التبطين هذا هاد لا دوبلوغ اللي غنديرو في الكول درنا ليها هاد الفيزين هذا ولا داك لا طوال كولون الرقيق. كنخيطو هاد لي زيبول هادو هاد الجوانب. صافي تحطوه على الدوره ديال الكول. حتى الطريقه راه كتجيب فينيا هانتوما الكتفين هكا كنفتحوا على هذه الطريقه هذه وتنحطوا هذا الكتف مع هذا الكتف عفوا هذا الكتف هذا مع هذا هذه الطريقه هذه وهاد الكتف على هاد الشكل كنحطوه على هاد الكتف هذا شفتو شفتو وتنهبطو هاد الدورة هادي كاملة وتندوزو عليها الخياطة من بعد ما لصقنا هذا التبطين هذا شفتوا دابا غندوزو الخياطه على هاد دوره الكول هانتوما احنا خيطنا هاد الدوره هادي ديال الكول شفتو دابا غادي نفتحو هاد نص سنتيم هذا اللي خيطنا على هاد الشكل باش نقلبو الكول باش يجينا مسرح ما يجيناش مجموع شفتو على هاد الشكل هذا هاد الدوره هادي كامله شفتو غنفتحو وغنرجع معكم باش نقلبو على هذا الشكل هذا وندوزو واحد لا كوتور هنايا واحد الخياطه واحد لا سوربيكور في هذه الجهه هذه باش تجينا بلا هكا هانتوما احنا فتحنا الكول كامل شفتو دابا نخيطو واحد الخياطه في هذه الدوره الكول على هذه الطريقه هكا شفتو هنايا في هذه البلاصه هذه هنا باش نشدو هاد البليصات هادو اللي حلينا نشدوهم مع هاد لا دوبلور باش ملي نطويوه هكا يجينا بلا يجينا الكول على هاد الشكل مقاد شفتو على بركة الله
الطريقه هذه باش ملي كنطويوه هكا كيجينا طايح على الكول. شفتوا دابا نكملوا هذه الدوره هذه كامله. شفتوا هانتوما الخياطه هي هذه اللي خيطنا هانتوما. شفتوا باش ملي كنطيحوا الكول هكا تيجينا الدوره مقاده هانتوما. شفتوا الكول كيجي واقف على هذا الشكل هذا. شفتوا ها الخلف ها الامام او هاد لي غوبون هادو كيجيو على هاد الشكل. كيمكن ليكم ديرهم بابيون هكا على هاد الشكل هكا كيبقى عندك الاختيار. دابا غادي نسدو هاد الجوانب هادو غنسدو هاد الجانب هذا هاد اليمين وغنسدو اليسار. من بعد ما خيطنا هاد الجوانب هادو ها هما ودرنا لهم سورجي شفتوا دابا هاد الاكمام غادي نخيطوا الاكمام. هادو هما الاكمام اللي كنا فصلنا هما هادو شفتوا فصلنا قد القياس ديالهم في الكريب هذا بغينا ندوبلوه نفس القياس ديال الاكمام اللي فصلنا. هذا غادي يجينا مفتوح مفتوح من هاد الجانب وهاد الكريب هذا غادي يجينا مقبوط هكا فيه لاستيك من هنايا في البوالي وهذا الفوقاني هذا غيجينا مفتوح على بركه الله. غادي نخيطوا الجانب هو الاول. بالنسبه للاكمام هذا الراس ديال الكم طلعنا بواحد 20 سنتيمتر هنايا وخيطنا المباقي بالنسبه لهذا. وهذا لا دوبلور هذا الكريب خيطناه من البواني من هنا من راس الكم حتى الطول اللي عندنا ديال الكم. شفتوا خيطناه كامل علاش حيت هذا النوار هذا الاسود غيكون عندنا كيف ما ذكرت لكم هنايا غيكون مقبوط وهذا غيكون مفتوح على هذا الشكل. داكشي علاش خلينا هاد 20 سنتيمتر ما خيطناهاش. دابا غادي نخيطوا على هذا الشكل هاد البلاصه هذه اللي مفتوحه على هذا الشكل هذا هكا. شفتو كي كتجي على هاد الشكل هذا. دابا هاد الكم هذا خصو يجي ملاقي من هنايا باش نخيطوه على الفستان هانتوما الخياطة مع الخياطة على هاد الشكل باش يجي مدوبل هاكا فوالا. شفتو هذا غنديروا ليه الاستيك من هنايا غيجي مجموع وهذا غيجي مفتوح ومن هنايا غادي نخيطوه على الامام والخلف ديال الفستان فوالا. هانتوما ها الكريب هنا هذا هو الكم هذا المنتصف شفتوا هاد الخياطه هادي غنجيبوها مع الخياطه هنا على هاد الشكل. على هذا الشكل هذا المنتصف ديالكم هو هذا غنجيبوه مع الخياطه
وغنخيطوا هاد الدوره كامله. طبعا نخيطوا هاد الدوره هادي كامله. ثم هذا هو ليبول، شفتوا هالكم جا على هذا الشكل. وهذا هذا هو الكريب، هو اللي غادي نعاود نخيطو دابا باش غنديرو فيه لاستيك اللي غيجمع لينا البواني هنايا، وهذا غيبقى مفتوح. شفتوا هذا نعاود نخيطو هكا بهذا الشكل، هكا غنخيطو هاد الفوقاني هكا، وهذا حتى هو غنخيطو تقريبا واحد سنتيم مطوي على زوج سنتيم سنتيم، هي جوج سنتيم هكا على هذا الشكل. وغنخلي واحد البلاصه هنا مفتوحه ملي غندخلو بلاستيك. دابا غنديرو لاستيك هنايا، هنا الفتحة يبقى عندكم الاختيار 20 سنتيم 26 حتى 30، شوف نتوما الفتحة قداش بغيتو ديروها. صافي دابا غنديرو لاستيك لهاد هاد الكريب فهاد الدورة هادي. ثم نخيطو هنا هكا على هذا الشكل هذا.
الصاله على مونش هي هادي وهذا كيجي هكا فوق منها بهذا الشكل هذا شفتو. دابا بقى لينا واحد لا دوبلور غنديروه من هاد الحزام من هنا فين غيكون عندنا لاستيك تحت من الصدر هنا هذا هو الصدر غنقيسو القياس ديال الصدر تحت من الصدر فوق من لاطاي تقريبا بواحد 4 سنتيمتر فوق من لاطاي وغادي نديرو واحد لا دوبلور بحال لا جوب من التحت من لحد لاطاي الطول الطول الكلي اللي هي هذه درناها في الكريب غتكون عندنا من الحزام من هنا في الطول حتى الطول الكلي هانتوما حنا لصقنا هنا هذا هذا الكريب هذا لا دوبلور لصقنا على الحزام ديال الفستان وغندوزو واحد الخياطه هنا واحد السنتيم غنخيطوه باش نقلبوه من الداخل هانتوما من الحزام من بعد ما خيطنا هاد الخياطه هادي من الداخل دابا غادي نقلبوا الفستان باش غنخيطوا على الوجه هاد البلاصه هادي ديال الحزام غنخيطوا واحد سنتيم هنايا غنخيطوه على بركه الله دابا ندوزو واحد سنتيم ديال الخياطه هنايا في لاطاي فين غيكون لاستيك على بركة الله على الشكل هذا الدورة ديال لاطاي كاملة على هذا الشكل شفتو هنا فين غيكون لاستيك هذا هو الموديل ديالنا شفتو شفتو هذا البابيون هذا كيمكن لكم تصوبوه كيف ما بغيتو يقدر يجي مطلوق يقدر يجي هكا بابيون على هذا الشكل شفتو وبالنسبه لي مونش هانتوما هذا الكريب هذا راه درنا مقبوط هكا على البوانيي وهاد لي مونش ديال الفستان شفتو جاو محلولين بالنسبه للقياس من هنا من البوانيي تقدروا تطلعوه بالفتحه 20 سنتيم 26 سنتيمتر داكشي اللي بغيتو فوالا هانتوما هانتوما بالنسبه لهنا لاطاي شفتو لي مونش كيجيو محلولين مفتوحين هادو ها لي بواني هنايا مخبوطين شفتو وبالنسبه لهنا راجع الكلوش هانتوما رجعت كلوش هانتوما الموديل جرائح راك شفتو الطريقه ديال الخدمه ديالو ها الكريب راه درناه جوب لتحت شفتو ها الكريب الجوب لتحت ديال الكريب راه جا كيف ما وريتكم راه من لاطاي من هنايا فوالا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم كنتمنى ينال اعجابكم وكنتمنى تستافدوا منه
وكنتمنى اللي شاف القناه لاول مره كنتمنى تشتركوا في القناه وتضغطوا على لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نزلته في القناه. الى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء.